الملجأ الأخير أي أو هي الخلاص لهالشعوب هيدي. صحيح صحيح. يعني هيدي إذا بتحب نحكي فيها هلأ، بس يعني بيسوى واحد يميز بين النصوص الملزمة والغير الملزمة. شرع حقوق الإنسان هو مجرد إعلان، أي هو غير ملزم، وإعلان مثل ما سبق وحكينا أنه هو اكتشاف أكثر ما هو اختراع، اكتشاف لشيء موجود مش إنتاج. فهو غير ملزم كونه إعلان. أكيد بوقت تاني الأمم المتحدة أخذت شيء تاني ملزم، يعني اليوم ما فينا نحاكم الدول إذا ما نفذت حقوق الإنسان. بس اسمح لي اشرح لك اياها بغير طريقه. في صديقنا استاذ وائل خيري، حضرتك استضفته عده مرات، كان دائما يقول في شرعة حقوق الانسان اللي هي غير ملزمه، من بعدها اجوا الاتفاقيات الملزمه بالستينات، انما الاتفاقيات الملزمه خففوا كثير من قيمتهم لما عملوهم ملزمين حتى قبلوا فيهم الدول. فطلع الاعلان الغير ملزم اهم من الشيء الملزم. فاستاذ وائل خيري كان يقول تخيلوا وحده كانت خاطبه وتجوزت وبعدها عم تحتفل بعيد خطوبتها، ما بتحتفل ابدا بعيد زواجها. نحن اليوم نحتفل بالاعلان العالمي لحقوق الانسان اللي هو مثل الخطوبه، اما الاشياء الملزمه ما بنحتفل فيهم. ليه؟ لانه الجزء الالزامي فيهم كان ناقص، ضعيف كثير، كثير ضعيف، شالوا منه النكهه. طيب هل ممكن اليوم تعديل او تطوير، هل الوثيقه بحاجه الى تطوير او تعديل؟ في كتير حكي من هالنوع، كتار عم بيقولوا شيلوا هاي وزبطوا هاي، بالواقع كل مين عم بينادي شيء عقياسه. بالواقع إذا واحد بيفتح باب التعديل في عدة مشاكل بتصير. أولا أي تعديل بدك تلاقي إجماع عالمي عليه، وقتها 198 دولة من أمريكا تجيبه، وقتها يعني بالزور تقريبا لقطعت سنة 48. ثانيا إذا بلش واحد يعدل بيصير الأشياء أحيانا ضد حقوق الإنسان مشرعة كحق إنساني، ففي خطورة إذا واحد بيفتح باب التعديل. إذا واحد هل هو بحاجة لتعديل؟ برأيي لا، وبرأي حيالله شخص مؤمن بالقانون الطبيعي، يعني الناتشرال لو مثل ما قريه شارل مالك ومثل ما بيقريه أي شخص من هالمذهب الناتشرال لو الفلسفي، بلاقي إنه لا ما بحاجة. طيب اليوم في طيارات معادية يعني بتنادي برفض هالحقوق الإنسان؟ نعم، بشكل مغلف بشكل مبطن، مع إنه أحيانا بالشكل بيبينوا انهم عم بينادوا، بس حكهم شوي بتلاقي انه مش عم بينادوا. في عده تيارات وكل هالتيارات لاحظها بشكل معين شارل مالك بخطبه عبر السنين. مثلا ماتيرياليزم، الماديه بشقيها، الشق الاول اللي كان عم بيحاربه شارل مالك هي الماديه الشيوعيه. بس لاحظ كمان انه الكابيتاليزم الراسماليه هي كمان شكل من اشكال الماديه. انتقاداته طبعا، طبيعه انتقاداته لوحده مش مثل طبيعه انتقاداته للثاني، انما عنده انتقاد للماديه، والممكن الماديه تطغى على حقوق الانسان، وهذا للاسف صار عده مرات بالتاريخ من 48 لليوم. وحده ثانيه العدميه، بالانجليزي بسموها النيهيليزم، يعني ما في شيء له معنى، حتى الانسان ما له معنى، الحياه ما لها معنى. وللاسف بما بعد الحداثه البوست مودرنزم، تيار النيهيليزم عم يقوى كثير، منتشر جدا، ما في شيء له معنى، وبالتالي شو هي حقوق الانسان؟ ما زال الانسان ما له معنى، ليش لتحكي لي بحقوقه؟ في دوغماتيزم او الدوغماتيه، لما الواحد يكون عقائدي على اي صعيد اللي كان، يعني عقائدي بشكل اعمى، عقائدي منتمي لفكر غوغائي ومنه منفتح للحوار، وبصير بس حقوق يلي بتمشي مع هالعقيدة اللي ماشي فيها مقبولة، كل باقي الحقوق للتلف وللكب. في كمان الثيوكراسيز، يعني الحكومات المبنية على بعد ديني بمعظمها بتكون ضد حقوق الإنسان. في الكلتشر، آخر وحدة الكلتشرال ريلاتيفيزم بالانجليزي او النسبيه الثقافيه، انه خي كل مين عنده ثقافته، انا عندي ثقافتي وانت عندك ثقافتك، انت بتفهمها هيك وانا بفهمها هيك. اذا قضايا فنيه على راسي وعيني، اذا قضايا خاصه بالذوق وبالاكل على راسي وعيني، بس اذا قضايا خاصه مثلا بحقوق المراه، طيب منيح، ما انا ثقافتي بتحترم المراه، انت ثقافتك تضرب المراه، انت ثقافتك الرجال عنده حقوق اكثر من المراه، لا هيدي منا، هيدي فيها تكون ضد حقوق الانسان. طيب يعني يمكن حكينا غيض من فيض عن شارل مالك، بس بنحب كمان نحكي شوي عن الدكتوراه اللي عملتها الفريدة من نوعها، هي عن شارل مالك. يعني شو الموضوع فيها؟
الدكتوراه نعم تناولت شارل مالك، بحثت بعدد من الارشيفات يلي لشارل مالك، في ثلاث ارشيفات اذا بتحب نقدر نحكي عنهم، بس تناولت فكر شارل مالك بالاول، حاولت لخص فلسفه شارل مالك وبما فيها، حطيت ضمن الفلسفه الابعاد الدينيه لشارل مالك، بعدين خصصت فصل عن الفتره التعليميه لما كان عم بيعلم، بعدين فتره اللي كان بالامم المتحده وبالولايات المتحدة كسفير للبنان بالولايات المتحدة وبالأمم المتحدة، بعدين دوره بالسياسة. فهيدي كنت عم حاول فتش على صلات الربط بعمله التطبيقي لجذوره بالعمل النظري، وإذا بدك ترجع بعد خطوة لورا أكثر بتلاقي جذوره أكثر بإيمانه بيسوع المسيح. في كثير من الكتاب الحديثين اليوم بيحكوا عن الأهمية الدينية لشارل مالك، رح أعطيك مثل بسيط. واحد من أبرز كتاب الكنيسة الكاثوليكية بالولايات المتحدة الأمريكية اليوم، قد يكون الأبرز، اسمه بيتر كريفت، فيلسوف، طلب إليه أن يكتب مراجعة عن كتاب نقد مسيحي للجامعة لشارل مالك، طبعا كتبه بالإنجليزي Christian Critique of the University، وبيستهل بيتر كريفت كلمته بالتالي، بيقول لما طلب إلي هذا العمل كان انطباعي انه رح يكون هالكتاب منه كتير مهم مثل باقي هالكتب، بس انا عم بقرا هالكتاب لاحظت انه هيدا قد يكون اهم كتاب في القرن العشرين عن التربيه المسيحيه او عن مفهوم التربيه من منطلق مسيحي. بيرجع بيقول بيتر كريفت: الا اذا اردت اعتبار كتاب The Abolition of Man للكاتب البريطاني سي اس لويس. فبالنسبه لبيتر كريفت اللي هو جدا مرموق، واحد من ابرز كاتبين في القرن العشرين بالتربية المسيحية هو شارل مالك. فشارل مالك يعني شخصية مذهلة، وكتير قدرت اكتشف ما قيل عنه واتفاجأ فيه. في يعني كذلك بحلقة سابقة تعطينا تداولنا أنا وياك بالدكتوراه الفخرية لشارل مالك. عنده زاد الرقم هلأ ولا بعد؟ معك حق، سؤال بمحله. كانوا 53، لا إلا كان في 46 أو 50 أو 53 أو 54 أو 64. الرقم الثابت هو 46 لبل 47، وكذلك ثابت أنه منه كل الرقم. رح وضح لك القصة أكثر. بأرشيف شارل مالك بجامعة سيدة لويزي في 46 دكتوراه شرفية حصل عليها شارل مالك، موجودين يعني موجودين هاو 46 وحدة من جامعات مثل هارفارد، ييل، كولومبيا، برينستون، يونيفرسيتي اوف نوتردام اللي بامريكا، سيراكيوز، جورج تاون، فوردام، ذا فرايبورغ وغيرهم من الجامعات المهمه. هاو سميت لك بعض من الجامعات المهمه، يعني مش جامعات صغيره او مش ذات اهميه، مش مثل هول بيشترون اليوم شريه ابدا. بالعكس تمام. بعد ما حصيت 46 وحده تفاجأت انه ليش بيوقفوا بتاريخ معين، شو فجاه بطلوا يعطوا دكتوراه فخريه؟ قلت بركي ما بعرف. بعدين بلاقي انه في دكتوراه فخريه اخذها بس ما عندي اياها، مش موجوده، من جامعه دي كاثوليك يونيفرسيتي اوف امريكا. ساعتها فهمت انه هيدي المجموعه اللي عندي هي مش كل المجموعه، في مجموعه ضايعه، في يعني مجموعه ضايعه ما عندي اياها. فبالتالي الدكتورايات الفخريه تبعه اكيد اكثر من 46، تثبت من 46 زائد واحد يلي هن 47، هودي مثبتين بالوثائق. نعم. نعم. هلا لما نقول لك 50 و60 و64 منين جايب هالمصدر؟ كذلك منه رقم دكنجي يعني، مش هيك خيال. هيدول وثائق صادره من شارل مالك عم بيقول عندي هالقد، يعني حدا عم يسأله او عم يكتب سي في او عم يكتب ملخص فمنه رقم بالهوى، بس مش عم بقدر اثبتهم. بس مجرد ما قالهم يعني، هو كمان ما قال رقم هيك خيالي طبعا، لانه هو رجل علم ورجل هالقد كان دقيق ورجل كان هالقد صادق كمان يعني. طيب اليوم الارشيف تبع شارل مالك، نعم، شو مصيره؟ وين صار؟ وين صرت بهالبحث فيه؟ نعم. لانه كنت عم تحكينا بكميات هائله، حتى المكتبة الوطنية بأمريكا أعطيتكم، نعم، قسم كبير. نعم. مثل ما حضرتك ذكرت عني ببداية الحلقة أنه أنا باحث بمؤسسة الفكر اللبناني اللي تعمل أبحاث عن كتاب لبنانيين بآخر 4 قرون كله بجامعة سيدة لويزي. وبأبحاثنا تبين لنا أنه ما في حدا بتاريخ لبنان الحديث بآخر 4 قرون كاتب بنفس كمية اللي كتبه شارل مالك. لأعطيك فكرة،
مذكراته الشخصية 34 ألف صفحة، مراسلاته 80 صندوقة، كتبه المنشورة حوالي 10، الخطب الغير منشورة بالمئات. فنادرا ما تقدر تلاقي هالقد غزارة إنتاج بالعالم ومش موجودة بلبنان قبل شارل الملك. فعنده غزارة كتيرة وبالتالي عنده أرشيف كبير. هلأ وين هو أرشيفه؟ أرشيفه موجود بثلاث محلات. المحل الأول هو بالولايات المتحدة بمكتبة الكونغرس. وليش موجودين هناك؟ بفترة الحرب اللبنانية خاف شارل الملك عوراء، وعن حق خاف أنه يندثروا أو يضيعوا أو يحترقوا وقت القصف، واتفق مع مكتبة الكونغرس أنه رح أقدمكم كل ورائي ضمن شروط معينة، وهذا اللي صار. فبوابون وحطون 285 صندوقة مفتوحين للعلن للبحاث. بوقت تاني مكتبة الكونغرس قالوا عنا 100 صندوقة دوبليكتس مش عايزينهم نحنا، إذا ابنه بيحب يخدون. اتفق ابنهم مع ابنه لشارل الملك مع جامعة سيدة لويزي، وجاب هالمئة صندوقة وقدمهم لجامعة سيدة لويزي. من بعدها في 100 صندوقة تاني كانوا ببيت شارل الملك، ولا مرة تركوا بيت شارل الملك ولا على الكونغرس ولا على غير محل. عطاهم هبة لمكتبة سيدة لويزي. فهلأ مكتبة سيدة لويزي عندها 200 صندوقة البحاث بيقدروا يستفيدوا منهم. هل عم بيتم تبويب هالاشياء؟ نعم، يعني نعم. يمكن اصدار كتب عن هالموضوع؟ سبق وصدر بعض الكتب، واكيد في عشرات الكتب الثانيه ممكن تصدر بوقت لاحق يعني. فهودي الارشيفين. بعد في الارشيف الثالث يلي هو الاصغر بالحجم انما قد يكون الاهم. شارل الملك عطى كل ورقه ما عدا بعض الاشياء جدا خاصه مثل مذكراته وبعض المراسلات. هلا هن خاصه لان يعني موضوعهم خاص، يعني اشياء لخيه لامه لمرته او يعتبروا انه بضلهم للعائله مع ابنه، كذلك مذكراته. هلا مذكراته مثل ما سبق قلت لك 34 ألف صفحه، وثيقه ضخمه والخط بصير يدهور مع الوقت. هذا الارشيف ضل بالبيت، ضل مع ابنه، وما حب شارل الملك يعطيه لحدا، جزء منه لانه خاص ولكن المشكله انه منه بس خاص، فيه اشياء مثلا لقاءات سريه، لقاءات تاريخيه، لقاءات مع رجال الدين، عنده لقاءات كثير مهمه مع باباوات، عنده اشياء بالحوار المسكوني. يعني كان صله تواصل ما بين الشرق والغرب يعني بهذا الموضوع. تمام. يعني هو سعى للقاء البابا مع البطريرك الارثوذكسي بتركيا. أسيناغورس. نعم. ايه. نعم. صار ثلاث لقاءات، بالاول كان بالقدس، ثاني بروما، ثالث باسطنبول. كان شارل الملك حاضر بالثلاثه بالوفد الرسمي تبع البطرك، لانه شارل الملك كان احد صلات الوصل المهمه بين البطرك والبابا، وهو كل تفاصيلها موجوده بمذكرات شارل الملك. فمذكرات شارل الملك هي وثيقه مهمه مع بعض المراسلات الخاصه، هذا بيكون ثالث ارشيف لشارل الملك. وهذا بعد ما انفتح ولا لا كمان انفتح؟ طبعا بالعودة لسؤالك عن أطروحة الدكتوراه تبعي، أنا استفدت من ثلاث أرشيفات، ومشكور ابنه لشارل الملك الدكتور حبيب يلي سمح لي اطلع على مذكرات. يعني عملت جولات بين أمريكا وبيروت. نعم. قدرت ده اخدت معك وقت هالدكتوراه؟ يعني رسميا بالجامعة اليسوعية تقريبا 6 سنين، بس انا كنت مبلش بالبحث بوقت سابق، عم جمع اشياء من قبل ما. يعني متعب البحث بفكر شارل الملك، منه بالامر الهين، يعني منه من الادباء او المفكرين الهين تدخل عليهم. طبعا حيالله بحث اكاديمي هو متعب، حيالله بحث دكتوراه هو متعب، متطلب جهود. كيف مع شخص مثل شارل الملك؟ مع شخص مثل شارل الملك المشكله انه بحر، انه واحد بفوت على اساس هو شخص بلاقي انه منه شخص، هو بحر ورا هالشخص. وبنفس الوقت في لذة، لأن ما في ملل أبدا. كل ما أقرأ مقالي، وأنا مطلع منيح منيح على فكر شارل الملك، كل ما أقرأ مقالي بتفاجأ أنه في عنده فكر معين ما معي خبره، مش فاصلة أو نقطة أو شغلة صغيرة ما معي خبرها، فكرة مهمة. يعني حتى بدك يكون عندك إلمام بفلسفات وطيارات ذاك الوقت، والأفكار اللي كانت تطرح يعني ما دل شيء معالجه، يعني ما شيء مرق عليه وهيك مرور الكرام، يعني إلا ما أدلى فيه بعمقه يعني. نعم، إذا واحد بيشوف البعد المسكوني، البعد المسيحي اللي هو رائع، بعسيرة البعد المسيحي ضمن مذكرات شارل الملك في مخطوط حوالي 1000 صفحة. هلأ هو ضمن المذكرات يعني مرقم صفحاته وكأنه بالمذكرات، بس هيدا هيك 1000 صفحة ورا بعض. تأمل مسيحي عميق جدا جدا جدا، سميه ذا ريس،
هيدا كمان يعني في مشروع لنشره لنا سنين عم نشتغل عليه، بس في مشكلة بالخط يعني في محلات. يعني مرة قريت انه اذا بطرس سأل المسيح وقت كان يصلي شو بتقول للاب؟ مزبوط هيدا فعلا هيدا انا يعني رحت صرت فكر شو ممكن يسوع الابن يقول للاب بالصلاة، شو بده يقول له؟ اعطيني الهي، ما انا اله كامل مثلك، شو بده يقول له؟ حقيقة شو بده يقول له؟ شارل مالك عنده جواب هيك خليه تشوقوا الناس ويقروا شوي شارل مالك. نعم، بكتاب به كان كل شيء عنده هالتأمل اللي حضرتك تفضلت فيه. بيقول انه شارل مالك كان يسهر الليل كله عم بيصلي، طبعا عم بيصلي للاب. بيقول شارل مش مالك يسوع كان يسهر كل الليل، عفوا إيه نعم يسوع إيه. بيقول لنفترض شارل مالك بيقول لنفترض يسوع كتب هالصلاة يلي صلاها على ورقة وعطاها لحدا لنقول لبطرس وقراها بطرس، شو بده يكون فيها؟ أكيد رح تكون فارغة. ليه؟ شو بده يقول له؟ شو في حوار بين الأب والابن؟ هو كناية عن تأمل. واحد بيرتقي بس يقرأ هالنص إنه الصلاة منا بس حوار كلامي. الحب بصير يحكي الحب بدون حكي يعني. بدون حكي، في شيء أعلى من الحكي، أكيد الحكي هو أساس، هو نقطة الانطلاق، بس بده يوصل لمحل أعلى وأرقى. فإيه اللي بيتأملها وبيتمعن بأبعادها هيدي فيها تعمل ثورة بحياة الصلاة. يمكن حابب أختم بس معك بعلاقته بالكتاب المقدس، يعني فعلا كل فكره إذا بدك في النقطة الارتكاز هو الكتاب المقدس، واشتغل هو على الكتاب المقدس بمعنى كان بلجنة نعم لجنة الكتاب المقدس كان في تفضل كان في لجنة عالمية للكتاب المقدس يلي كان بيرأسها رئيس أساقفة كانتربري السابق دكتور كوغن. كان شارل مالك نائب الرئيس، وكان بعدة لجان في لجنة عن الكريستيان إدوكيشن التربية المسيحية العالمية كذلك كان بيرأسها لفترة معينة. كان عنده أدوار مهمة بالكتاب المقدس، إنما الأهم هو علاقته الشخصية له بالكتاب المقدس. كتار من الإنجيليين بالعالم، عم بحكي الإنجيليين الكبار أمثال بيلي جراهام يلي عرفه شخصيا وفي تعرف عليه شخصيا، وهلأ بقول لك إذا بتريد شيء حتى طريق. هو يمكن ألقى محاضرات دينية بالبيت نعم. الأبيض كذلك بالبيت الأبيض بس كتار من الإنجيليين كانوا يستلطفوا الحديث الروحي يعتبروه إنجيلي مع أنه هو أرثوذكسي للصميم للعظم للعظم تكون أرثوذكسيين مضبوط التسمية بس كانوا يلاقوه قريب منهم بسبب اطلاعه وعلاقته بالكتاب المقدس. في مطرح معين بكتاباته شارل مالك بيقول اليوم قريت انه القديس يوحنا فم الذهب كان يقرا كل رسائل بولس بفتكر مرتين بالاسبوع اللي هي بدها مجهود كبير يعني. وكان يعني علاقته بالكتاب المقدس هي علاقه اذا واحد في يسميها ارثوذكسيه بالكتاب المقدس اللي بالنهايه بتشبه العلاقه البروتستانتيه بالكتاب المقدس. ففي محاضره القاها بناء على طلب بيلي جراهام نهار اللي دشنوا ذا بيلي جراهام سنتر بويتن كوليدج بالولايات المتحده الامريكيه، ألقى محاضرة مهمة كتير. بافتتاحيتها للمحاضرة بيقول شارل مالك أنه أنا بعيش على الإنجيل، بأكل وبشرب من الإنجيل، بتنشأ يسوع المسيح. هيك كانت افتتاحية المحاضرة. هلأ في كاتب ممنع أنا شخصيا ما بعرفه بيقول يعني عامل بحث بيقول أنه بيلي جراهام من هيداك النهار تغير نمط وعظه. هلا ما بيقول بشكل مباشر هالكاتب انه تغير بسبب شارل مالك، وما بنعرف اذا بالفعل يعني تستاهل يمكن واحد يدقق ويغوص اكثر بالموضوع. يعني انا باخر هالحلقه بدي اشكر ربنا عليك، منيح اللي انت يعني هيك الله عطيك هالنعمه ترجع تكشف لنا شارل مالك احما يروح يعني يندثر بهالتاريخ وما نعرف قيمته. بنشكر الله عليك ونرجع نبارك لك مجددا بالدكتوراه، وبنشكر على حضورك معي الليله بهالحلقة. أخوتي المشاهدين، على أمل اللقاء فيكم الأسبوع القادم، بستودعكم سلام المسيح.